في اندونيسيا تظاهر آلاف المواطنين خارج مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة جاكرتا احتجاجا على القرار الأمريكي الأخير، وانضم قادة اندونيسيون إلى الإدانات الدولية لخطوة ترامب، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل ضربة لجهود السلام وتخاطر بتصعيد العنف. ودعا القادة إلى حث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن الدولي والأسرة الدولية على الرد الفوري بإجراءات سياسية ودبلوماسية أكثر حسما ووضوحا لإنقاذ الفلسطينيين من الاحتلال ومن تعاون الولايات المتحدة معه.